هاني بتقول لقلتك هي جاي حالا. ايه اتأخرت عليك؟ لا لا ابدا. اتفضل. اوعى تكون ضغط في العنوان. يعني مش قوي. تعرفي ان الفيلا ذوقها حلو قوي؟ ده ذوق ماما الله يرحمها. هي اللي اختارت الارض واختارت الفيلا ورسومات الديكور كمان. كانت بتزرع الجنينه دي بايديها. كان عندها حلم واحد بس يعني. حلم؟ ايه هو؟ انها تعمل لي فرحي في الفيلا دي. انت ممكن تقدري تحققي لها حلمها؟ تفتكر يعني ان الفرح هيبقى ليه معنى وماما مش موجودة معايا؟ واضح انك كنت بتحبيها قوي صح؟ اه طبعا. كانت امي واختي وصاحبتي وكل حاجة. وباباك؟ والله بابا الله يكون في عونه بيحاول يبقى اب وامي في نفس الوقت. مذاكرة بقى عشان ما نضيعش وقت ماشي؟ اه طبعا. يا ربي بس ما يبقاش دمك تقيل زي بقية المدرسين. احنا عندنا ضيوف ولا ايه؟ بابا اتفضل. ايمن اصغر مدرس خصوصي جالنا البنت. اهلا يا باشمهندس. فندم لسه بدري قوي على الكلمة دي. لا كلام صارع عنك بيقول مش بدري ولا حاجة. هتاخد معانا الشاي؟ لا عندي شوية مكالمات كده لازم اعملها. بيزنس برضو؟ يعني كان يرضيك اعملها في المكتب واسيبك هنا لوحدك؟ بعد اذنكم. اتفضل. مفيش فايدة يا عباس. مش هتعرف تشتغل ولا تاكل ولا تشرب ولا تنام غير لما تخرج من الورطة اللي حطيتك فيها مرفة. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ عباس سلامتك من الهطل يا حبيبي. كان بدري عليك الهفه يا حبيبي. ده ايه اللي جابك هنا؟ جه ترقيك يا اخويا. حسدوا الفقير على الحصيره. تريني ده ايه؟ ليه يعني؟ شايفاني اتلحست في مخي ولا بجري في الشارع شعري منكوش؟ انا هستنى تلبس جلابيه خضرا وتنكي الشعر والصفار سيو وتنظمني في المرور. طب يلا يلا كريم يا سيدي في حالي روح عيالك. عيالي؟ ده احنا من غيرك يتامى عاملين زي الزين من غير غط، زي الكرمة من غير ملاية تلمها، زي الغنم من غير كلب يحرسه. يا كريمة يا كريمة انت عايزة ترقيني في الشغل؟ هما نستنى لما تاخد اجازة. طيب استنى. ايه؟ يلا يا حبيبي يلا اتفضل اتفضل معايا يا رب. ايه ده هو على الكرسي؟ على الارض. ليه بقى؟ جايبالي بخور ارضي؟ هو النظام كده. يلا هما سبع رقوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحميك ربنا يحميك. بسم الله الرحمن الرحيم. رقيتك واسترقيتك من عين كل اللي شافوك وما صلوش على النبي. رقيتك من عين ممدوح ابن عمك ومن عين عيلتك وعيلتك ومن عين مديرك ومن عين زميلك ومن عين مغاوري عشان ما يزعلش. الا من حقها كريمة. انت ولعتي على المخروط ده فين؟ في البوفيه يا اخويا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومين بقى اللي ولعلك عليه؟ الساعة اللي قلت عليه ما يزعلش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنت تخينة. يعني انت يا كريمة عايزة تقولي لي انك روحتي للساعي التخين ده وقلتي له ان انت جاية هنا علشان ترقيني وانك مراتي؟ اه وانت مكسوف ليه؟ ده فرح وجري يبشر الشركة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. رقيتك من عين الشركة ومن عين كل اللي شافوه وانت رايح المأمورية بتاعت المنيا ومن عين اللي كانوا معاك في المأمورية ومن عين اللي حسدوه لما رجعت من المأمورية ومن عين الصيرة ومن عين شمس ومن عين حلوان ومن عين جلوب بتاعت عبد العزيز أيمن. اتفضل يا سيد المدير اتفضل. الله حي الله حي. يلا يا اخويا يلا قول معانا الله اكبر الله اكبر. فريال انا ما عدتش اروح محل الجزم ده تاني ولا هعتبه. ايه؟ وهنعيش منين يا ممدوح؟ ده انت واخد اجازه من الشغل بدون مرتب. ما تقلقيش انت هتقعدي في البيت وكل طلباتك مجابه. كل طلباتي يا ممدوح؟ كل طلباتك يا فريال. انت تقعدي في البيت كده ست متستته ستوته بستين ست. لان انا اجدعها راجل يخلي الست بتاعته متستته في البيت. يا اخويا انا مش عايزه حاجه لنفسي.
كله للبيت وللعيال. يا حبيبتي ما تقوليش كده، ليكي وللبيت والعيال وكل اللي انت عاوزاه كده اهو. طب ندفع مصاريف المدارس المتاخره على العيال. يا حبيبتي طب استني بقى، دي ورقه قلم بقى عشان ما ننساش حاجه. المصاريف العيال قام كله جاهز. مصاريف العيال، مصاريف المدارس، ها اللي بعده تلات جزم للعيال عشان المدرسه. تلات جزم للعيال؟ بلاش جزم افريال، ما تفكرنيش بقى بموال الجزم ده. ولا اقول لك انا هروح اشتري الجزم من عند القاسم ده وامسك شبش بصباع كده في وشه اقول له اني اعشقك. وكم طقم خروج للعيال يغيروا فيهم؟ خروج بس، خروج ودخول كمان، وكبه وخلاط وغساله اطباق عشان ايديا اتهرت من غسيل المواعين. يا حبيبتي افريال ايديك اتهرت، ان شاء الله يبقى عدوينك، وانا فوق الحاجات دي كلها ميكروويف وطقم انتريه. واللي هيخليك بقى تجدد الانتريه ما تجدد لنا كراسي السفره بالمره. يا بنتي انت بتقرجي، تجديد ايه؟ الزباله دي كلها تترمي من البلكونه، احنا هنجيب كله جديد، جديد في جديد. جديد في جديد. طب هات ستاير بقى بالمره، ومكاتب للعيال يذاكروا عليها. ماشي، واحد اتنين ايه؟ بس كده؟ كل ده وبس؟ كل ده وبس؟ الصبح بدري هتكون الليسته دي عندك، اقوم انا بقى احسبهم بقى عشان مصاريف واجيب كام بدله وكام قميص وكام كام. انا هاتك يا ممدوح، كان كويس وبعقل، الراجل اتجنن. ماما ليه رأيك؟ حلو كده؟ أي حاجة تلبسيها يا روح قلب مامي بتبقى عليكي زي القمر. يا ماما قوليلي بجد، أنا مش عايزاكي تجامليني. أنا ما بعرفش أكذب ولا بجامل، أنت فعلا زي القمر. يا ريتني قلت لطنط كريمة تفصلي فستان عشان الزيارة دي. على العموم هتفصلولك إن شاء الله يوم قراية الفاتحة. مساء الخير يا حبيبتي. ازيك؟ اتفضل. كنت بتعملي ايه هنا ماما؟ الحقيني يا ماما. ماما كمان هنا؟ ايه ده، هو في ايه؟ ايه يا جماعه، هو انت مش عارف ان جاي عندنا ولا ايه؟ بيهزر، هو مستو كده بيحب يهزر قوي. طب نكته خلصت. اتفضل اتفضلوا استريح. اتفضل يا حبيبتي. تريزي هنا. ها اهلا اهلا، انستونا ونورتونا والله. ازيك يا قمر؟ الحمد لله. متبت في الورد ليه؟ ما تقدمه. اتفضل. طب وده يا ترى ليا ولا لميا؟ لميا طبعا، الورد بتاعك بعدين. اتفضل. ميرسي يا شريف، على فكره ذوقك حلو قوي. شكري بابا، ذوقه هو. طيب انا هقوم اعمل لكم شاي. ماما خديني معاكي. ايه اللي انت عملته ده؟ انا برضو؟ ايه اللي حضرتك عملته؟ ممكن توطي صوتك لا يسمعوك. جايبني هنا من غير ما تقولي؟ عايز تورطني؟ جاي اعرفك لامي، لازم تعرف على لاميا كويس، البنت جميله جدا قبل ما تتدبس في بنت الخياطه.